عندي هنايا 5 ديال البيضات، 80 غرام ديال النشا او المايزينا، عندي رشه ديال الملحه، عندي هنايا 180 غرام ديال السكر حبيبات اللي بغى يزيد يدير 200 غرام، عندي هنايا خنيشه ديال الفاني، خنيشه ديال الخماره ديال الحلوه، وهنايا 200 غرام ديال دقيق الفرص الممتاز، واحد البول زجاجي فاش غادي نخلطوا هاد البيضات هادو. ايضا عندي واحد الباتور الكتريك، وان شاء الله غادي نشرعوا على بركه الله. قوموا بها، غادي نهرسوا البيضات ديالنا هنايا، غادي نهرسوهم ونزيدوا عليهم السكر. غادي نزيدوا سكر فاني ونزيدو هاد السكر، المقدار ديال السكر اللي عندنا، وغادي نخلطو كلشي بالخلاط. نعملو معنا قبيصه ديال الملحه غير شي شويه، وغادي ان شاء الله نبداو. بسم الله، غادي نخلط انا مزيان حتى يبيض الخليط، ونتلاقاو باش نكملو المقادير الاخرى. ضعف الحجم ديال الخليط كيف كتشوفوا هانتوما، وصبح القوام ديالو كريمو يعني بحال لاموس. الان غادي نريضو من الخلط وندوزو باش نخلطو المواد الناشفه. المواد الناشفه عندنا الدقيق والمايزينا، غادي نخلطو هادشي مع بعض. المواد الناشفه بعد ما خلطنا الدقيق مع المايزينا، غادي نخلطوا معها الخميره ديال الحلوه. هنا الدقيق خصنا يكون عندنا مغربل، شحال ما غربلناه يكون مزيان، وغادي نضيفه على الخليط الاول. وغادي نبقى نغربل هاد الدقيق مع المايزينا في نفس الوقت، غادي نبقى نخلط على هاد الشكل. اذا غادي على دفعات، وفي نفس الوقت غادي نبقى نخلط من الفوق للتحت باش نحافظ على هذيك الرغوه اللي خدمتها ديال البيض والسكر، على هاد الشكل غير بشويه هكذا باش ما نفقدوش الحلوه الرغوه ديالها، او هذيك لاموس. اذا غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نبقى نضيف، غادي نضيف الكميه ديال الدقيق مع نغربل فوق منها، وانا كنخلط حتى نكمل ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نفرغوها في المول ديالنا. دائما في اتجاه واحد من الفوق للتحت على هذا الشكل. عندي هنايا جوج ديال الاطارات، عندي صني وعندي هنايا واحد الاطار حديدي مربع. هنايا هاد الاول انني درت له الورق سلفوريزي ولصقته بالزبده باش ما يتحركش، وعندي هذا الاطار الحديدي اللي دهنت له الجوانب ديالو بالزبده، وعملت له الدقيق باش ما غاديش تلصق ليا لا جينواز. هنا الجينواز ديالي ها هي كم خلطتها مزيان من الفوق ومن التحت باش تبقى لنا بحال لا كريم، ما غاديش تهبط لينا. الان غادي نحاول انني نفرغها في هاد المول هذا غير هكذا بشويه، ونعليو يدينا على هاد الشكل هكذا، ونسويو السطح ديالها حتى نكملوا هذا الشيء اللي باقي. غادي نسوي السطح ديالها هكا بهاد لا سباتول هكذا، نمشيو معها غير بشويه هكذا. الفران راني درتو تيسخن 10 دقائق، يسخن ليا مزيان، وغادي ندخلها حتى طيب ليا. نخبطها اولا هكذا مزيان باش ما غاديش تبقى يكون عندي هنايا الفقاعات، وديك الساعات نخرجها باش نوريها لكم ونشوفوا كيفاش جا الشكل ديالها. شوفوا لا جينواز ديالي ها هي دي، بعد ما خرجتها من الفران كيتورد الوجه ديالها، كيجي على هذا الشكل. غادي نخليها حتى تبرد ان شاء الله، ونديمو ليها ونوريها لكم في طبق تقديم ان شاء الله. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها، ونشوفوا كيفاش غادي نزينوها من بعد ان شاء الله.